ثلاثة من الضيوف الكبار، الكابتن فتحي نصير، الكابتن محمد حشيش، كابتن أسامة حسني. هنتكلم معاهم في مباراتي الأسبوع ال 25 من الدوري العام المصري، نجوم وحرس الحدود، وتعادل سلبي ما بين الفريقين، أيضا اتحاد السكندري والداخلية، وتعادل إيجابي ما بين الفريقين. هل أصبح موقف النادي الاتحاد صعب؟ هل موقف الداخليه صعب؟ برضو النجوم والحرس النهارده موقفهم ايه؟ هنتكلم مع ثلاثه من النجوم الكبار، نعرف برضو رايهم. وكالعاده يعني احنا بناخد الموضوع ده جزء، والجزء الاخر بنتكلم عن استعدادات النادي الاهلي ورؤيه الكباتن الكبار لمباراه النادي الاهلي ضد نادي بتروجيت، وكيف يستعد النادي الاهلي، وهل اليومين اللي خدهم راحه فرقوا مع النادي الاهلي ولا لا؟ مين بديل حمدي فتحي وانا اسف عمرو السوليه؟ هل هو حمدي فتحي ولا كريم نيدفيد ولا هشام مين ممكن يلعب في بجانب هشام محمد في هذا المكان؟ كلام كتير جدا هنتكلم فيه مع نجومنا الكبار. طيب كالعاده اهلاوي بروح الفانيلا الحمراء، او افريقي انا اسف بروح الفانيلا الحمراء، نجم الكبير كابتن عبد المنعم شطة. كابتن شطة واحد من اهم اللاعبين اللي لعبوا في النادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا جدا. كابتن شطة هو افريقي لانه طبعا زي ما حضراتكم عارفين كابتن شطة من السودان، ولكن ابن من ابناء النادي الاهلي، وسيظل دائما رمز من رموز النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيفضل دائما شايل الفضل لكل ابنائه الافارقه. كابتن شطة افريقي بروح الفانيلا الحمراء. هنطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير ان شاء الله هنستقبل نجومنا الكبار، كابتن فتحي نصير، كابتن محمد حشيش، كابتن أسامة حسني. لاعب تعددت مواهبه، فهو فنان وعازف ماهر ولاعب جمباز ماهر، بالإضافة لكونه نجما في سماء كرة القدم الأهلاوية. يعد عبد المنعم مصطفى حسين أحد لاعبي الأهلي المؤثرين في تاريخ القلعة الحمراء. ترعرع نجمنا في حلة المياري أو حلة الوابورات بالسودان، كان والده يعمل في النقل النهري. بدأ أرن شطة مشواره الكروي بفريق الثورية الذي كان يلعب في أندية الدرجة الثانية ببحري في السودان وهو في سن 15، ونظرا لظهوره المشرف انتقل لفريق التحرير وهو في سن 18، وكان يلعب وقتها في خط الهجوم، إلا أنه فشل في التوفيق بين ممارسة هوايته كرة القدم وما بين دراسته لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم قبل أن يحضر إلى القاهرة لاستكمال تعليمه، حيث التحق بكلية الهندسة قسم الكهرباء بجامعة القاهرة ونال البكالوريوس بتفوق. لعب أرن شطة مع الأهلي في العصر الذهبي له بجانب نجوم الكرة العظماء من أمثال محمود الخطيب، عبد العزيز عبد الشافي زيزو، مصطفى عبدو، محسن صالح، طاهر الشيخ، مختار مختار، حسن حمدي، مصطفى يونس، أنور سلامة، جمال عبد العظيم. كان ظهوره الأول مع الفريق الأول للأهلي أمام البحرين موسم 74، وسجل هدفا، وأيضا شوقي عبد الشافي سجل هدفا آخر. حقق شطة 8 بطولات محلية مع النادي الأهلي بواقع 5 بطولات للدوري الممتاز و3 بطولات لكأس مصر، كما أنه كان من ضمن الفريق الذي حقق أول لقب إفريقي في دوري الأبطال عام 82. لعب أرن شطة 6 مواسم للأهلي حافلة بالعطاء الثري ومرصعة بعدد كبير من البطولات. وبعد اعتزاله اللعب عمل مدربا للناشئين في الفرق السنية بالنادي الأهلي، ثم مساعدا للمدرب للفريق الأول. بعدها اتجه للعمل الإداري بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، وتدرج في العمل فيه حتى وصل لرئاسة اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وما زال شطة يتواجد بشكل يومي في النادي الأهلي لكونه بحق لاعبا إفريقي بروح الفانيلا الحمراء.